مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، نرحب بكم من جديد ضمن اشواط هذا الصباح، ولكن هنا اشواط الانتاج والتي تختلف من خلال المسار. اهلا واهلا، اهلا وسهلا بجميع الاخوه اصحاب هجن الانتاج في انطلاقات صباح هذا اليوم على ارضيه ميدان المرموم، حيث ينطلق شوطنا الثالث عشر. هو الشوط الخاص بالانتاج والمنتجين للابكار المحليات الاصايل. نبدا بسم الله وعلى بركه الله لنسير مع حضراتكم مدشنين انطلاقه هذا الشوط بالحب واللقاء والود والورد والياسمين. المقدمه والصداره تتقدم الراعبيه لخليل سلطان بن خليفه بن احمد الرميتي، بينما المركز الثاني وصلت فرحه تعود ملكيتها لسيف بن احمد بن خريد في هذه الانطلاقه. اما المركز الثالث فوصولا من ابعاد لمحمد بن سالم بن سويد المشيقري يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. اما المركز الرابع فانتقل مباشره الى الشرود لسرور بن عمير المشغوني، يقدم الشرود في هذه الانطلاقه. المركز الخامس انتقل الى شعار الفلاحي، حيث تتقدم اختيار لتختار هذا الموقع اختبار هنا لهلال او لعبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي، مقدما اختبار في ميدان المرموم لهذا اليوم. المركز السادس ياتي شعار بن شهوان الظاهري على ظهر مهاجره، حيث تتقدم سعيد بن سرور بن شهوان الظاهري مقدما هذا الاسم على سادس المراكز. المركز السابع ياتي شعار بن خفيه مع مياسة علي بن عتيج بن خفية الاكتبي سابع المراكز. أما المركز الثامن فوصلت إليه التماس أحمد بن سعيد بن غانم بن إيريو المنصوري. المركز التاسع وصول من اسم آخر وهذا اللي وصلت الآن حدث، منصور بن سيب بن عصيان المنصوري. أما المركز العاشر فتتواجد فيه اليافل عمد بن محمد بن عمران الاكتبي. هذه النتيجة للعشر الأسماء الأولى المتقدمة، والمتبقي هنالك 20 اسم. لا يزلنا مشاهدين الكرام مع خارطة الطريق لهذا الشوط مع مسمياتها وشعاراتها والملاك والمضمرين بالمتابعة الأولى. 6 كيلومترات هي مسافة التحدي لهذا اليوم في منافسات الكبار في منافسات سن الثنايا. أسير إلى البداية وأعود إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الأول تتقدم أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. اختبار اختبار عادت إلى المقدمة إلى السيطرة حتى اللحظة. عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي يا سلام يا أهل الظفرة، هنا معلنين الناموس معلنين التحدي في هذه الانطلاقة. ولكن المشيقري من الجانب الآخر محمد بن سالم بن سويد المشيقري ياتي مع ابعاد لتحتل المركز الثاني، ابعاد ولا قريبين. هنا تتواجد على ثاني المراكز. المركز الثالث وصول من شعار المنصوري، هذه اللي تقدمت الراعبيه والرميثي لسلطان بن خليفه بن احمد الرميثي، يتقدم نحو المركز الثالث. المركز الرابع اتابع هذه اللحظات، رابع المراكز وصلوا اهل سويحان لتتقدم قدم الشرود هنا لسرور بن عمير المشغوني. الى المركز الرابع بن خريده يقدم لنا فرحه في هذه الانطلاقه، سيف بن احمد بن خريده. الى المركز الخامس، المركز السادس بدات الاسماء تتقدم وبدا الزحف يسير. هذه ندى تستجيب للنداء، تحتل المركز السادس حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي، وصل الآن واخذ المركز السادس. المركز السابع اسم جديد ينضم، وهذه اللي تقدمت التماس أحمد بن سعيد بن إيريو المنصوري. إلى المركز السابع، المركز الثامن وصلت هملولة سعيد بن سالم أبو داود الدرعي، واصل ياخذ المركز السابع الآن أو بن وحير الدرعي المركز الثامن. المركز الثامن تقدمت إليه زيارة الخزع بن محمد بن صقوح
العامري قادمة من المصانع الجنوبية، هذه الثنتين. لكن شوف المركز التاسع بن شوان يقدم مغامرة، سعيد منصور بن شوان الظاهري، والمركز العاشر وصلت حدث منصور بن سيف بن عصيان المنصوري. هذه الأسماء القمة، هذه الأسماء اللي تبحث عن القمم، تبحث عن الناموس، تبحث عن التحديات في مشاركة هذا اللقاء، في مشاركة هذه السلالات، في مشاركة هذه الأشواط الفريدة من نوعها. ولكن أعود إلى الصراع، أعود إلى النزاع، أعود إلى الفلاحي. اختبار اختبار اختبار، لا زالت على القمة، لا زالت على القمة، تختبر بأكبر اختبار. يا الفلاحي عبد الله بن عيسى بن بطر الفلاحي، يا سلام، يراعي الحذر، يتقدم الآن من خلال هذه اللحظة، من خلال هذه المشاركة. الرميثي يأتي على المركز الثاني مقدما هذا العنوان، مقدما الراعبية أحد الطيور البرية، تتقدم لسلطان بن خليفة الرميثي. بينما هناك المشيقري من الجانب الآخر يتقدم مع مياسة، ولا أبعاد، هذه أبعاد محمد بن سالم المشيقري إلى المركز الثالث. بينما هناك شوف القادمين، واصل بن صقوح، واصل يقدم لنا زيارة، عامل لنا زيارة، فأهلا وسهلا بهذه الزيارة. هلا حللت، اهلا ونزلت سهلا يا بن صقوح. الخزع بن محمد بن صقوح العامري وصل يتقدم الى المركز الرابع، خامس المراكز. هناك اسم جديد، هذه ندى حمد بن راشد بن مسلم الشامسي قادما في المركز الخامس وسادس المراكز. وصلت الان دندنة لمحمد بن مطهر بن دحروي العامري، يتقدم بمحمد ليقدم دندنة، يقدم دندنة. هنا لحلي على العود ودندن دندنة، لكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى القمة، عودة إلى الفلاحي. لا زالت اختبار تجيز الاختبار في هذا الميدان. ليش الانتظار؟ روح يا الفلاحي، روح إلى المقدمة والصدارة. بينما الهجوم وارد، الهجوم مكثف، 1200 على خط النهاية. وبن صقوح الآن يسير بن صقوح إلى مقدمة الشوط. هذه زيارة ورد الزيارة يا بن صقوح، رد الزيارة، زيارة تتقدم. إذن زيارة في المركز الأول، الخزع بن صقوح العامري إلى مقدمة الشوط. ولكن بدلت، غيرت ندى، استجابت للندى، عادت دندنة دندنة دندنة. أهالي مرغم وجميرة قادمين مع وجود دندنة على المركز الأول. محمد بن مطر بن دحروي العامري يتقدم ليقدم دندنة، ولكن الزحف مستمر إلى مقدمة الشوط. وهالي مرغم مسيطرين، أهالي مرغم متقدمين. يا بن دحروي قادم بن عفصان يقدم النصيبة، حمد بن عامر بن عفصان المنصوري، وكذلك شعار بن هواش من الجانب الآخر. ولكن أعود إلى المقدمة، لا زالت دندنة مسيطرة على الوضعية الأولى، على وضعية التحدي. ولكن أهالي مرغم قادمين. حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير يقدم الناوية ودندنة. مرغم في المركز الأول، مرغم في المركز الثاني، مرغم تنادي الناموس، مرغم تنادي التحديات، مرغم تنادي الانتاج الطيب. تهانينا والناموس للجميع على الفوز والانتصار. دندنة الناوية، دندنة اللحظات الأخيرة أبو محمد. ولوك بن غدير الناوية، دندنة الناوية نوت على الشوط الناوية. دندنة هي من تفوز. محمد بن مطر بن دحروي العامري فازت بناموس الشوط. المركز الثاني الناوية، حمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير. المركز الثالث هذه النصيبة، حمد بن عامر بن عفصان المنصوري. المركز الرابع العين، سيف بن مبارك بن هواش الخيالي. وخامسا وصلت في هذه اللحظات ندى، حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي. هكذا كانت النتيجة، هكذا المشاركة، هكذا التحدي، هكذا الإصرار على الفوز والناموس. دندنة حققت الناموس في شوط الانتاج ب9:24، 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن مطر بن دحروي
العامري على هذا الفوز والانتصار، وسلام الى مرغم سلام الناوي. قطعت المسافه 9 دقائق 24 ثانيه، 9 اجزاء من الثانيه، تهانينا وناموس على الفوز بثاني المراكز من خلال هذه اللحظات. حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير في المركز الثاني، بينما المركز الثالث حلت النصيبه بتوقيت زمني مقياس 9 دقائق 27 ثانيه، 9 اجزاء من الثانيه، والثانيه لمالك النصيبه حمد بن عامر بن عفصان المنصوري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للجميع.